هذا الموضوع ديال القضية ديال الأساتذة المتدربين ماشي موضوع للمزايدات. اللي مهم هو أنه تم حل المشكل، واللي مهم هو أنه تم تجنيب المغرب واحد المأزق سياسي كبير. غير هو كانت فرصة لشبيبة العدالة والتنمية بجهة سوس مسا باش بدون استثناء كانت لها فرصة وكانت لها مساهمة مهمة في حل حالة هذا المشكل، لأنه على هامش الملتقى الجهوي الذي نظم بولاد تيمة كان هنالك لقاء مع عدد من الوزراء والذين نقلت إليهم رغبة أو وجهة نظر ديال الأساتذة المتدربين عبر المنسق الوطني للمبادرة المدنية والإخوة الوزراء، وتحديدا الأستاذ الخلفي نقل الصورة كما نقلت إليه السيد رئيس الحكومة. وكانت بداية تفاعل أو حوار بين الأساتذة المتدربين والحكومة بطريقة غير مباشرة، فعلا لعبنا فيها كشبيبة العدالة والتنمية دور الوساطة ودور تقريب وجهة النظر في البداية بشكل غير مباشر. وصلت المرحلة ديال الحوار مباشر بين الطرفين وانتهى ولله الحمد بحل المشكل، وهو ما أكد لدينا أنه كانت هناك قناعة وإرادة قوية عند الحكومة لحل المشكل، وكانت قناعة وإرادة قوية لحل المشكل عند السادة الأساتذة المتدربين. الذي يؤسف له أنه ثبت أنه كانت هنالك جهات خفية، جهات تشوش على هذا الحل وعرقلته لمدة 5 أشهر. أما غير ذلك أنه الحقيقة التي لمسناها بكل مسؤولية وبكل موضوع ينقلها أنه كانت إرادة عند الطرفين لحل المشكل. مع الأسف كانت جهات تشوش وما زالت تشوش، نتمنى أنه تقطع عليها طريق التشويش. إذن الحل والفضل في هذا الحل يعود إلى كل المغاربة وليس لشبيبة العدالة والتنمية، وبالتحديد إلى القوى المدنية والسياسية التي تدخلت في مستويات كثيرة. ولكن يهمنا أن نخص بالشكر والتقدير وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ الخلفي الذي كانت له مساهمة قوية في الدفع باتجاه حل هذا المشكل، وشكرا.